والنائب جمال الشريف ايضا عضو مجلس النواب. كنت بعتذر للمستشار سمير اسعد يوسف لان انا قلت اسمه غلط، اللي هو اصدر حكم بالبراءه النهارده في القضية اللي كانت مرفوعة من رئيس جهاز المركزي المحاسبات المعزول هشام جنينة، فالقاضي هو المستشار سمير أسعد يوسف رئيس محكمة الجنايات بشمال القاهرة. خلينا نتكلم عن الدولار. الدولار نار نار، عارفين نار نار ولعة حريقة. قول الدولار كيفما شئت، من ولع الحريقه اللي برميل بترول كده هو ولعت فيه، بقى الدولار النهارده 11 جنيه ونص. لم تحدث في تاريخ هذا الوطن ان يوصل هذا الارتفاع الجنوني. من سنه بس مش متذكر مين، ضيف كان معايا قال لي هيوصل 12 جنيه من سنه. والله العظيم ما صدقته، كان وقتها بسبعه وشويه. قال لي هقول لك اهو، هحاول ادور على الحلقه دي. من سنه قال لي هيوصل 12 جنيه النهارده وهو داخل على 11 ونص. قلت والراجل ده كان شايف الحكايه دي ازاي؟ طبعا النهارده السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي قال انه مش هيحصل ابدا، مفيش اي نيه لدى البنك المركزي لاجراء تخفيض جديد في قيمه الجنيه. ولكن خلينا نبقى معترفين، عندنا مشكله في الدولار. السوق اللي موجوده اللي هي تقريبا النهارده، يعني انت كل ما مش عارف هو بيزود هو بيعمل. من كام يوم حكيت لكم التجربة دي ومحدش صدقني، محدش صدقني. في دولة الإمارات وحضرتك رايح البنك عشان تحول لأهلك الفلوس اللي في البنك، اللي في البنك، يقول لك وليه؟ وانت تحوله ليه بسعر البنك؟ ما انا هديهولك ب 11 و 12 وقت ما كان ب 7 و 8، هديهولك انا ب 12 والفلوس اهلك مش هاخد منك حاجه ولا شيء. لما اهلك يستلموا على ال 12 جنيه في مصر ويبلغوك السلام على 12 جنيه، هات لي الدولارات. اتكلموا ازاي؟ اتكلموا ازاي؟ ده اللي بيحصل. عندنا مشكله في الدولار، والدولار يعني اسعار، يعني مصيبه، وانا بقول اهو مصيبه. وارجوكوا ديني محتاجة دي اللي تعمل مشكلة بجد. أنا ولا يهمني أي حاجة، يهمني زيادة الدولار ده بتأثر على أي حاجة. النهاردة ناس بيدوروا على حاجات، بيلفوا البلد يعني بيدوروا، من شهر كانوا بيشتروا حاجات، راحوا يبصوا عليها الحاجة. وهديكوا أرقام، هديكوا أرقام. بعض الحاجات اللي شافوها بحوالي 13,000 لقوها ب 20، وحاجات كان تمنها 45,000 وصلت 65,000. انا بديكوا ارقام ناس قالوا لي عليها خلال شهر. الحكومة انا عارف، محافظ المركزي انا عارف الدنيا ازاي نظبط ده، ازاي نوقف ده. الاكل بتاع الناس هيزيد، طبيعي هيزيد، محدش يقول لي هيزيد. لازم نبقى صرحاء مع الناس ولازم نعترف بده انه الاسعار هتزيد. طالما الدولار زاد، ما هو الحاجه انت بتجيبها من بره بكام؟ بتجيبها بده مهما عملنا. استاذ محمد الابيض رئيس شعبه الصرافه بالغرفه التجاريه. مساء الخير استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. انا حضرتي قلقان، حضرتك قلقان زي ولا حضرتك مطمن؟ هو حضرتك استاذ احمد عايزين بس ان حضرتك بتقول الاسعار هتزيد، هي الاسعار زادت خلاص. نعم. مش هتزيد. لا هتزيد تاني، هتزيد تاني على الزياده. هتزيد تاني على الزياده. استاذ احمد، الزياره بتاعت الرئيس الفرنسي ومدى النجاح اللي حضرتك شفته ومدى عظمه مصر في اليوم ده. اي فندم. مش ملاحظ حضرتك ان كل زياره ناجحه تتم في مصر بيكون وراها مباشره شائعات وتدمير وحرب شعواء لإلغاء أثر أي نجاح بيحصل؟ ومن هنا ابتدى موضوع إشاعة إن البنك المركزي سوف يزيد الدولار، يزيد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على الأقل جنيه وشوية.
مشت، كان الدولار في الأونة دي، وخلينا نكون صراحة، في السوق السوداء بتسعة جنيه وحاجة، لغاية ابتدى يوصل لغاية 10 جنيه وعشرة جنيه وربع. هي سوق سوداء ولا سوق موازية؟ لا، ما فيش حاجة اسمها سوق موازية. مفيش حاجة اسمها موازية. لا 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 لا. خلينا نتكلم عشان عايزين بقى ايه. امال اللي بيرددوا كلمة موازية دي بيقصدوا ايه؟ ما موازية دي ده حاجة يعني ايه، يعني بنغطي وشنا يعني. فهي سوق سوداء. سوق سوداء. سوق سوداء طبعا. مفيش حاجة اسمها سوق موازية. سوق موازية يعني، سوق موازية يعني ليها شرعية وليها قانونية. انما دي سوق سوداء. واخد بال حضرتك؟ انما انا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك حاجه بقى. اتفضل. مهمه قوي. الناس، انت حضرتك بتقول دلوقتي الناس بتشتكي من الاسعار. الناس اللي بتشتكي من الاسعار دي يا استاذ احمد هي اللي ما بترضاش تبيع الدولار. الناس دي اللي معاها الدولار وعايزاه يوصل ل 15 جنيه ما بتفكرش. ما بتفكرش انها تدفعه في كل نواحي الحياه بتاعتها، كل مناحي الحياه هتدفعه فيها. فالنهارده انت حضرتك بقى انت عايز الدولار يوصل 15 جنيه يا مواطن، ومش عايز تبيع للبنك ولا عايز اسعار اللي موجوده في السوق. خلاص حضرتك تحمل بقى الاسعار اللي انت تشتري بيها. ما دام انت حضرتك ارتضيت ان الدولار اللي انت بتملكه، وصدقني يا استاذ احمد من يملك الدولار دلوقتي هو الذي يتحكم فيه وفي بيعه وفي شراءه، سواء للسوق السوداء او سواء للبنك. خليني كده اقول لك، مفيش واحد عنده استعداد يخش يقول الدولار ب 8 جنيه 88 قرش، مش هيبيعه. فعنده فرق 2 جنيه و3 جنيه، هيبيعه ليه؟ واخد بال حضرتك؟ وبعدين يرجع يقول لك ايه؟ هو بقى عايز يبيعه، معلش انا اسف، عايز يبيعه بالثمن ده، وعايز يقول لحضرتك انا عايز الرز ب 4 جنيه. النطه دي يا استاذ محمد، النطه دي من امبارح ولا من اول امبارح للنهارده، النطه المخيفه دي. مخيفة. والاشاعات يا استاذ احمد، يا استاذ احمد انا قلت قبل كده احنا بنحارب، وسوف اظل اقولها الى ما عشت، احنا بنحارب، احنا اي نجاح بيحققه رئيس الجمهورية الناس بتحاربه، الطابور الخامس في البلد بيعمل، الدولار ده اللي بيتجمع يا استاذ احمد مش عشان تجارة، مفيش اي تجارة النهاردة بهذا السعر ممكن التاجر يحقق فيها ويعمل نجاحات. في جماعات الدولار بيتجمع بطريقه غريبه، بيروح فين؟ الحاجه اللي انا عايز اقولها بقى عشان نحل القصه دي خالص. نعم. ما نجرب ونسيب بقى السوق حره تماما، ونسيب البنك يشتري بالاسعار اللي البنك، استاذ احمد انا بقول ايه؟ البنك تحرير السعر، يشتري بالسعر اللي موجود في الشارع. حضرتك الدولار اللي بيروح الشارع بيجي منين؟ مش بيجي من البنك؟ بيروح المواطن يجيبه من البنك ويبيعه بالسوق السوداء. صح ولا مش صح؟ نعم. طيب انا النهارده بقى عايز ادي البنوك الحريه، انا بقول لك كلام ضد مصلحتي الشخصيه ولكن مصلحه بلدي اهم. واخد بال حضرتك؟ خلي البنك يشتري بالسعر زيه زي اي حد، ويخش يحدد اسعاره يوميا. واخد بال حضرتك؟ نعم. وهقول للبنوك، يا بنوك مصر ارجوكم 6 شهور ما تكسبوش في الدولار. خليكوا اشتروا الدولار وبعوه بسعره، وانتوا عندكم مكاسب من حاجات تانية لمدة 6 شهور بس، عشان نرحم البلد وعلشان حضرتك الدولار ده ينزل. غير كده احنا هنفضل عايشين في الدوامة. هو ده الحل الوحيد يا استاذ محمد، ولا ممكن يبقى فيه حلول بديلة؟ في اكيد، اكيد المختصين عندهم حلول احسن مني. يعني لما بيتم ضخ، البنك المركزي بيضخ مره 150 مليون مره 200 مليون وهكذا، ده ما بيساعدش. احنا يا استاذ احمد دلوقتي كلنا في مصر للاسف، لا الزارع بيزرع ولا الصانع بيصنع ولا اي حاجه، استسهلنا الموضوع يا استاذ احمد، وبقت كل حاجه بالنسبه لنا مستورده. الموضوع ده انا عايز برضو بعد اذن سيادتك لو تديني بس ثانيه، ان الحل بتاع الدولار، وانا قلت يا استاذ احمد قبل كده مش هيطلع الا من مصر. يعني ايه مش هيطلع الا من مصر؟ يعني اما نرجع حضرتك يبقى ما نستوردش فول، يعني اما نرجع حضرتك ما نستوردش عدس، لما نصنع ونرجع بلدنا يبقى لها هويه ويبقى لها ميزه في حاجه بتعملها وتكافئ. ما انا بستورد 70% من الفول يا استاذ احمد. الفول اللي احنا بناكله كل يوم الصبح عشان نفطر بستورد 70% منه.
لا انا نفسي اشوف حد يطلع بخطه كده يقول لي بعد سنه يا جماعه مش هنستورد فول، بعد سنتين مش هستورد كبريت، بعد 6 اشهر يا استاذ احمد العدس اللي كان بيجي لنا من اسنا دلوقتي بيجي لنا من الصين ومن تركيا. يعني ينفع يا استاذ احمد الكلام ده؟ ينفع؟ ما ينفعش. الحل من هنا يا استاذ احمد صدقني، ان لم نزرع وان لم نصنع هنفضل عايشين في هذه الدوامة، لان ما عندكش موارد تكفي وتجيب الواردات اللي بتيجي بهذه الصورة الكبيرة، ما عندكش ومش هيحصل. الحل من عندنا، بقولها تاني، والمشكلة الاكبر ان ما فيش حد عايز يضحي عشان مصر، كل واحد بيقول انا وبس. وانا بحييك وبشكرك يا استاذ محمد، استاذ محمد الابيض بشكرك عشان كمان ضيوفي اكرام الوقت، ولكن لا في ناس كتير جدا مع البلد، ولما بشوف مصريين لما هو بيدخلوا معانا بيبعتوا لنا، ولكن لفت نظري صوره اللي الدكتور هاني الناظر